اسمع يا داعية، اسمع يا واعظ، اسمع يا مذكر. أعظم شيء تذكر فيه، وأعظم شيء تعظ به، وأعظم أمر تدعو به كلام الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع يا داعية، اسمع يا واعظ، اسمع يا مذكر. أعظم شيء تذكر فيه، وأعظم شيء تعظ به، وأعظم أمر تدعو به كلام الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع يا داعية، اسمع يا واعظ، اسمع يا مذكر. أعظم شيء تذكر فيه، وأعظم شيء تعظ به، وأعظم أمر تدعو به كلام الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع يا داعية، اسمع يا واعظ، اسمع يا مذكر. أعظم شيء تذكر فيه، وأعظم شيء تعظ به، وأعظم أمر تدعو به كلام الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع يا داعية، اسمع يا واعظ، اسمع يا مذكر. أعظم شيء تذكر فيه، وأعظم شيء تعظ به، وأعظم أمر تدعو به كلام الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع يا داعية، اسمع يا واعظ، اسمع يا مذكر. أعظم شيء تذكر فيه، وأعظم شيء تعظ به، وأعظم أمر تدعو به كلام الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع يا داعية، اسمع يا واعظ، اسمع يا مذكر. أعظم شيء تذكر فيه، وأعظم شيء تعظ به، وأعظم أمر تدعو به كلام الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع يا داعية.